إلى مؤسسات المجتمع بكافة أركانه. هذا والحديث أكثر يطول بتفاصيله مع الدكتورة نظمية حجازي، عضو هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة ومشرفة التدريب الميداني. يسعد صباحك أستاذة نظمية. يسعد صباحكم. صباح الفل. أهلا وسهلا. صباح الخيرات وصباح الابتسامة المشرقة دائما وأبدا. حبيبتي وفاء، الله يرضى عليكم. أنتوا يعني بابتسامتكم بتتبعوا أمل في الله يخليك العالم. الله يسعدك. الله يسعدك. يعني احنا دكتورة نظمية بنحكي كثير، بس قبل وفاء نعم اسمحي لي يعني اصبح على اسرانا البواسل. واليوم 23 لمعركة الامعاء الخاوية، وهذا ما يدمي القلب فعلا. نعم. ومن هون بحكي لكل المجتمع المحلي، لابد من التضامن، لابد من التكافل مع أسرانا، هدول أبنائنا. مش لازم ننساهم في خضم المعارك اللي بتصير في المجتمع. صحيح. يعني هم باركة أمل لمستقبل القضية الفلسطينية. وإن شاء الله ندعو الله الفرج القريب لهم جميعا. إن شاء الله. إن شاء الله. وبالتأكيد يعني لا يمكن فصل قضية الأسرى عن أي منحة من المناح الحياتية اللي إحنا بنتحدث عنها. وإلى موضوع الاستضافة دكتورة نظمية حول مفهوم الخدمة الاجتماعية، كثير بنسمع عن الخدمة الاجتماعية وكثير بنربط مفهوم الخدمة الاجتماعية مع جامعة القدس المفتوحة بصراحة. فخلونا بالأول نعرف إيش يعني الخدمة الاجتماعية مصطلحا وتعريفا، ومن ثم نكمل في طبيعة الاستفسارات. يعني هي الخدمة الاجتماعية ارتبطت بأذهان الناس إنه عمل خيري وعمل تطوعي وحب المساعدة للآخرين الفئات المحتاجة للمساعدة، ولكن هي فعليا هي علم ومهنة. نعم. فن يقدم للجمهور المستفيد منه. طبعا هذا العلم بقوم على نظريات، بقوم على أسس معرفية بتتضمن الفلسفة، المبادئ، أخلاقيات المهنة. وأيضا هو علم، علم يقدم بكل أطره المهنية. كيف تقديم هذا العلم؟ من خلال احنا بنسميه الفن، كيفية أدائك للخدمة للجمهور. يعني الخدمة الاجتماعية ترتبط بالعلوم الإنسانية ارتباط وثيق جدا، وأيضا إننا بنتعامل مع فئات هي تعتبر نفسها مهمشة أو مظلومة. نعم. مجتمعيا. لذلك كيفية توصيل هاي الخدمات، هنا الفن في تقديم الخدمة. طبعا هذا يقدم على أسس مهنية. طب إذا يعني حتى المواطن يروح يعني اللي فهم أكثر يعني معرفة أصناف هذه الخدمة، كيف الخدمات الملموسة للخدمة وطبيعة الخدمة الاجتماعية على أرض الواقع للفئات اللي أشرت لهم المحتاجة في هذا الجانب؟ طبعا في خدمات كثير بتقدمها مهنة الخدمة الاجتماعية. كل مجال من مجالات الحياة له موضوع خاص في الخدمات اللي بتقدمها الخدمة الاجتماعية، يندرجها تحت طبيعة الفئة المستهدفة. يعني إذا بدي أحكي على الخدمة الاجتماعية بشكل عام، الهدف الأساسي منها يعني اللي هو الهدف الوقائي. نعم. إنك تحسن حياة الناس، إنها تعيش مستوى اجتماعي كويس، مستوى اقتصادي كويس. طبعا هذا له آليات وفنيات. كيف أنا بترجم هذا الحكي؟ من خلال إني بزيد وعي المجتمع، طبعا مش فئة محددة، لأن هنا أنا جانب وقائي بدي أتخذ من هذا المبدأ. بعمل ندوات، بعمل ورشات، بروح بتعرف على العوامل والأسباب اللي بتؤدي للأمراض الاجتماعية أو المشكلات الاجتماعية. بتعرف كمان على طبيعة أو نسبة الناس المحتاجين لتقديم مثل هاي الخدمات. كل هذا بتم عبر دراسات علمية محكمة، بحللها إحصائيا، وبعدين أنا بأخذ النتائج هاي وبشوف فعليا هل هي مشكلة أو هي ظاهرة في المجتمع ممكن إنها تتدخل مهنة الخدمة الاجتماعية لمعالجة. إذا يعني واضح تماما إنه يعني الخدمة الاجتماعية بانتشارها وتفرعاتها يجب دائما وأبدا أن تكون مبنية على ربما دراسات وأيضا استسقاء المعلومات من هنا وهناك باستقطاب كافة الشرائح المجتمعية. لكن يعني إذا ما تحدثنا عن المجالات على أرض الواقع، كيف تطبق الخدمة الاجتماعية في مجالاتها الحياتية اليوم إحنا في حياتنا في محافظة طول كرم؟ كيف بتحاولوا تنموا مفهوم الخدمة الاجتماعية؟ شوف، هو يعني الأصح إنه يكون في كل مجال خدمة اجتماعية. في بيتنا خدمة اجتماعية. صحيح. في مدارسنا، أي مجال بيخطر ببالك، الشباب، المسنين، المعاقين، الأحداث، الدفاع الاجتماعي، أي مفهوم، أي مجال بدك إياه ممكن إني أنا أوظف مهنة الخدمة الاجتماعية لصالحه. يعني ما في مجال محدد إني بربطه. طبيعة الخدمات طبعا بتختلف. يعني إذا أنا بدي أحكي عن مجال الأسرة، أنا بشتغل مع الأسرة لأنها النواة الأساسية بالمجتمع. هي اللي بتخرج لي كل الأجيال. نعم.
بشتغل منذ البداية في الأسرة من تكوين الأسرة. في عنا طبعا مكاتب لاستشارة الزواج, في عنا مكاتب لفحص الأزواج. كل هذا يعني لو أنه فعليا إحنا في عنا تقدم في مهنة الخدمة الاجتماعية بنلاقيها مكاتب منفصلة, بس بنلاقي بعض الوزارات أو بعض المؤسسات بتكون في هاي المهمة. بنروح مثلا مجال لساتنا من مجال الأسرة, رعاية الأبناء, المشكلات الأسرية, تفكك الأسرة, يعني مليون شو ما بدك في الأسرة إحنا ممكن إنه ندخل فيه بشكل إيجابي. نعم. وأي مجال قسي على ذلك. الشباب, العمال, يعني للأسف إحنا عمالنا بنشوف حوادث في المصانع. ليه ما يكون أخصائي اجتماعي في المصنع؟ طيب يعني أستاذة نظمية, يعني بصراحة في كمان ممكن إحنا يعني نصنف تحت مفهوم الخدمة الاجتماعية هذه الأعمال التطوعية وهذه المشاركة الشبابية الفردية أو ربما الجماعية تحت مفهوم الخدمة الاجتماعية؟ لا, في فرق كبير بين العمل التطوعي أو العمل المجتمعي والخدمة الاجتماعية. نعم. لأن لما حكيت التعريف من البداية وحكيت أنه ارتبط بأذهان الناس أنه يعني عمل إنساني, عمل خير. صحيح. ولكن لا, الخدمة الاجتماعية لابد أن يكون هناك أخصائي اجتماعي معد إعداد نظري وأيضا ميداني أنه يقدر يتعامل مع هيك حالات. انت بتحبي الخير, بتروحي بتعملي اي مساهمه مجتمعيه بتقدمي الخير, ولكن انت بدك تقدمي مساعده لفئه محتاجه, انت بدك تقدميها على اسس مهنيه, انت بدك تعملي عمليه تنميه, استثمار في الراس المال البشري بدك تعملي. جميل جدا. كيف بدك تعملي هذا؟ لابد ان يكون عندك معرفه نظريه وايضا قدره على التعامل مع المنتفعين التعاوني أو العملاء. من هنا بتيجي على الأقل اللي هي الأهمية إنه كل مؤسسة يكون فيها في القطاعات الحيوية في أي حكومة وأي بلد إنه بالفعل في قطاع الخدمة الاجتماعية, لأنها هي العين في أرض الواقع للمشاكل معينة لفئة معينة لمنطقة جغرافية معينة. الأسس اللي بيتم العمل فيها حتى بالفعل أعرف إنه هون في مشكلة, هون في ظاهرة, هون لا, حالات معينة اللي بيتم فيها العمل في قطاع الخدمة الاجتماعية. شوف احنا اليوم يعني العلم بتطور, كل مجال لابد ان يكون داخل المجال نفسه فيه تخصصات. يعني انا لما بدي احكي انتو تلفزيون بتكون اخصائي ولا بتكون ايش؟ يعني والله بشرف ما طبعا بتكون اخصائي. اهلا وسهلا. لانه انتوا ايه, لانه انتوا ناس بتسمعوا مشاكل الناس. بس عفوا على المقاطعه, بس بحب انوه للساده المستمعين ايضا والمستمعات انه وجود اخصائي لا يعني بالضروره انه وجود مشكله 100%. أيوة. وهذا اللي اكيد احنا بدنا نركز عليه, يعني المفهوم الخاطئ هذا مفهوم انه صحي انه وجود الاخصائي. يعني انا لما بكون تعبان او انت بتكوني تعبان بدك حدا ترتاحي له تحكي له تشكي له. بالضبط, هو مفهوم الفضفضي هذا أصلاً تفريغ نفسه, إنك أنت بدك تتخلص من مشكلة أنت بتحسي إنها بتأثر عليك داخلياً. نعم. فمين هذا الشخص اللي ممكن يسمعك وممكن يرشدك بطريقة صحيحة وعلمية إنك تتخلص من هذه المشكلة؟ هو الأخصائي الاجتماعي. لو قلت لصاحبتك ممكن تسمعك وممكن تدلك, ولكن فعلياً شو أثر المسيرة اللي سيارتك فيها؟ هل هي صحيحة أو ممكن حسب أهوائها؟ لا, الأخصائي الاجتماعي بيدلك على الطرق الصحيحة اللي تمشي فيها بناء على خبرات وبالتأكيد دراية ودراسة على الإعداد النظري اللي موجود عنده. وكمان كيف بقدم لك الخدمة, يعني الإنسان إنسان, أي صغيرة وأي كبيرة بتأثر في شخصيته ونفسيته. كيف أنا بتعامل معك زميلتي, صاحبتك ممكن تعمل معك إنه لا 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 هذا الموضوع مش مهم, ولكن أنا الأخصائي كأخصائي اجتماعي كل شيء بيحكي الشخص المقابل بالنسبة إلي هو مهم وبؤرة اهتمام. صحيح. لازم أركز عليها. يعني هي ما بين إنها وظيفة الاستماع والإصغاء ورسم خطوط كيف تتعامل مع هذا الموقف, وما بين أيضا إنه مثل ما ذكرت ضيفتنا العزيزة بخصوص إنه هو يكون محور اهتمام ولا يمكن إغفال أي نقطة من النقاط المذكورة. صحيح. من ضمن هذا الشخص. لكن نرجع لنقطة وجود الأخصائي في أي مؤسسة أو في أي مكان من منطلق مفهوم الخدمة الاجتماعية, قديش هذا الشيء بيخلينا يعني نعطي طاقات أكثر للكوادر العاملة, بالإضافة إلى أنه نفسية مرتاحة أكثر ونخلق أجواء صحية للعمل, بالإضافة الأهم من ذلك أنه بعيد كل البعد عن التوتر أو عن المشاكل والإشكاليات. هو وجود الأخصائي الاجتماعي, يعني أنا دائما بطالب حتى أثناء عملي في الميدان
بقول انه كل مؤسسة لابد انه يكون فيها اخصائي اجتماعي. يعني بعض الناس بتقول لك هو احنا يعني تعبانين نفسيا. الصحة النفسية يعني هذا اشي نسبي، زي ما بتمرض جسديا بتمرض نفسيا، يعني مش اشي دائم. ومش مريض نفسيا يعني انه انت لا سمح الله متخلف عقليا او او لا، مش هيك. انه نفسيتك بتتعب، انت ممكن تشوفي منظر بتتأزمي له يأثر في نفسيتك، ممكن انا اشوفه ما يدرنيش. فانت قديش بتتأثري فيه، قديش انا بتدخل معاكي كأخصائي اجتماعي اني اخفف من حدة هذا التأثير فيكي. نعم، يعني لابد انه يكون أخصائي اجتماعي ومتمرس في كل مؤسس من مؤسسات المجتمع. اهميته نعم اهميه، انت لما بتشعر بالرضا الوظيفي بزيد انتاجيتك كلما بتزيد. اكيد احنا كلياتنا بنتعرض في عملنا، في بيوتنا، في الشارع، في الاخبار، يعني كل هاي ضغوط نفسيه اصلا. وانت كانسان بدك تفرغ هاي المشاعر السلبية، كيف بدك تفرغها؟ نعم. بعض الناس مثقفة ووعي ممكن انها تشتغل على نفسها. وبعض الناس المسكينة يعني اللي ما بتقدرش تحكي مشاكلها للآخرين، بصير يفكر بصورة سوداوية، حتى عمله بصورة سوداوية، كل يعني الأمور بتتلخبط، يعني بينعكس سلبا على حياته وعلى إنتاجيته، بتزيد مشاكله وبتتعقد. طب في نقطة مهمة، إنه وجود هذا الأخصائي ضمن إطار، بنحب نذكر دائما ضمن إطار الخدمة الاجتماعية أو مفهوم الخدمة الاجتماعية، قديش كمان مهم يكون في ثقة بين هذا الشخص اللي بيروح بيحكي أو بيفضفض أو يشتكي أو ربما يوضح، وما بين هذا المعلومات اللي بتنفضفضتها 100%. طبعا شوفي، وهذا كمان فرق كبير لما انت بتحكي لي انه اي حدا ممكن يكون دور الاخصائي الاجتماعي. لا، الاخصائي الاجتماعي يعد اعداد نظري على مبادئ معينه لابد انه يتقنها، مش يحفظها. طلع يعني بيجي هون اهميه انك تدرب الاخصائي الاجتماعي. انا بسمع كل اللي بسمعه اخليه عندي، ما احكيهوش لحدا. انت بدك تكون عندك امانه، بدك يكون عندك سريه، بدك تكون قادر انك تبني علاقه مهنيه تقوم على الثقه والاحترام وايضا الموده والحب، انه ما يحسش انك متعجرف او متكبر عليه. وقدره على التصرف ايضا، مش انا انا بعطي امل وثقه. صحيح. للمنتفع او العميل اللي عندي انه هو يتصرف. انا بعطيه خيارات وبقول له انت حر نفسك، انت ملك نفسك، انت صاحب قرار، انت قرر شو بدك تعمل في حياتك. فمن هون بتيجي انه قديش احنا نحتاج او نفتقر الى اخصائي اجتماعي في كل المؤسسات. مش جريمه يعني انه اليوم كيف بتقيم الوضع عندنا على مستوى محافظه طول كرم، مدينه طول كرم، كيف بتقيم الوضع عندنا؟ هل هو يسير وفق انه بالفعل هناك اهتمام ونظر مختلفة بطريقة حضارية لمفهوم الخدمة الاجتماعية ووجود هذا الأخصائي؟ حتى هذا يعني بتلمسوه أكثر لطبيعة السؤال من خلال طلبة القدس المفتوحة اللي بينزلوا على أرض الواقع على الميدان، إنه في بتقبلوا الناس على الأقل والله طلبة خدمة اجتماعية وجايين يفحصوا أو يستشعروا مشكلة إلى ما ذلك؟ بالنسبة لطلاب القدس المفتوحة يعني تحديداً هناك تقبل كبير لهم من المجتمع المحلي. حتى يعني مش مؤسسات، عمالي بحكي يعني مجال مهني متخصص بحت، مجتمع محلي بعرف قدس مفتوحة إلها في مجال الخدمة الاجتماعية. صحيح. عنده ثقة، إحنا بنينا جسور ثقة بيننا وبين المجتمع المحلي. ليش؟ مش من كلام يعني، مش من فراغ. صحيح. إنه أنا فعليا عمالي بدعم الجهود اللي بتكون فيها الجامعة وبترجمها على أرض الواقع. لما يكون عندي مشكلة، أنا صاحب عندك أخصائي اجتماعي، أنا بدي أعطيك شهادة، ولكن أنت كيف بدك تخدم مجتمعك؟ لابد إنه يكون عندك القدرة على التدخل. يعني بصير حوادث كتير طارئة، احنا بنلاقي طلابنا بنحكي لهم تحركوا بالمجتمع. كيف طبيعه هذا التحرك؟ يعني كيف بترجم جامعه القدس المفتوحه مفهوم الخدمه الاجتماعيه من خلال بالتاكيد الذروع الطلاب في الميدان؟ طلع احنا عندنا طلاب التدريب الميداني، عندنا 4 مراحل للتدريب الميداني. عندنا تدريب ميداني واحد بنبعث الطالب يتعرف على كل المؤسسات اللي بتعمل في مجال المهنه. نعم. بتعرف، وفي كمان يعني اهداف تانية لهذا التدريب، انه يقدر ينسق مع المؤسسات، يشبك معهم، يتواصل مع الاخرين، يجيب مصادر لهي المؤسسه. يعني مصادر مدعمه للمؤسسه. عندنا تدريب تنين، هو فعليا هذا اهم تدريب يعني اللي بيعد الاخصائي الاجتماعي. كيف انا بقدر اصنع من هذا الطالب اخصائي متميز؟ انا كيف ممكن اتركه بالمؤسسه مع المنتفعين وبالنهايه اخذ منه نتيجه؟ نعم. انه عمله اوكي تمام، تدخل المهني ممتاز. تدريب ميداني الثالث نفس السنين بس على اوسع شوي، اني مش بدي اتعامل مع فرد، بتعامل مع جماعات موجوده في المجتمع.
يعني الحمد لله احنا ما فيش عنا جرائم منظمة في مجتمعنا, ما في عنا اصابات مخدرات, يعني احنا تدخلنا بكون مع هدول الفئة الجماعة. تدريب ميداني أربعة بقى الأهمية كبرى إله. ليه؟ لأن هو اللي بيستشعر لي مشاكل المجتمع. أنت روح شوف وين في مشكلة بالمجتمع. طبعا يعني هذا على دراسة ببطل يستنى المشكلة تيجي لعنده على العكس هو تماما. قبل ما تحدث المشكلة لازم يتنبأ فيها. عنده سرعة البديهة الأقصى كمان الجماعي. اللي بعض التدخلات كانت فكرة الملابس وجمعها وكيها أذكرها. هاي قبل ثلاث سنين هذا من أربع فكرة المبادرات كانت يعني كانت رائعة وضخمة, مش إنه إشي بسيط, لا كان على مستوى بصراحة. هذا يعني أنا بتقدم بالشكر لدكتوري ومعلمي الأول دكتور حسني عوض, هو اللي أقام هذه الفكرة وفعلا نجحت شعلة خير. يعني هذه كان إلها أثر ملموس بالمجتمع. وقديش كمان المجتمع, مش أنا بس بقدم مساعدة, يتفاعلوا معكم, إنه يتفاعل معك المجتمع, قديش أنت تخلق نفوس خير في المجتمع. يعني هذا المشروع وأتمنى أنه يتكرر. أتمنى. ومن هون إحنا بنحب نأكد على أهمية أنه إحنا نكون عارفين وضليعين في مفهوم الخدمة الاجتماعية, أنه قديش من هذا المنطلق عمل وخلق مبادرات خيرة إيجابية, خلى المواطنين يتفاعلوا, حتى في ناس يعني بأبسط الأمور كانت متفاعلة مع هذه المبادرات يعني اللي هي أساسها الخدمة الاجتماعية. نعم, إحنا يعني مش بس أنه بنقدم خدمات جاهز, كمان انت لما بتعملي بحث وبتعرف المشكلة قبل ما توقع في المجتمع بتقدمي وقاية. نعم, يعني انك بتقدمي العلاج قبل ما يصير المرض الاجتماعي. صحيح صحيح صحيح. انت هون بتحد اول اشي من تفاقم المشكلة. اذا وقعت, اذا يعني اذا ولا بد وقعت المشكلة, بيكون عندك آليات للتصرف فيها. بتحد من مخاطرها. كمان النتائج اللي انت بتقدمها بتكون افضل, سواء انت كاخصائي اجتماعي مردودها لك نفسيا واجتماعيا واقتصاديا او للمجتمع اللي انت فيه. خطة التدخل جاهزة لانه احنا كان في اطلاع مسبق وتنبؤ لما سيحدث. طبعا في يعني مثل احكي هذا لك يعني احنا اليوم للاسف اصبحنا بنشوف حوادث كتير في الملاهي. يعني قديش كان في عنا مؤسسات من طول كرم فاعلة في التدخل المهني السريع. يعني أنا بعرف مؤسسات, ما بدي أميز بين مؤسسة ومؤسسة دون ذكر أسماء. صحيح. نعم. بس قديش كانوا هم فاعلين إنهم أخذوا الطاقم وأول ما صار الحادث توجهوا لمكان الحدث. يعني هدول مشكورين. حدا قال لهم تعالوا؟ لا, هو واجب إنساني, يعني المهنة هاي تقدم إنسانيا. اتدخلوا وفعلا كان لهم يعني قدرة على الحد من تطور المشاكل. يعني اللي صار قدام الحادث ماشي, احنا بنتعامل مع الحادث كحادث, ولكن الناس اللي شافوا الحادث كمان ما بدهم تدخل. الاهل ما بدهم تدخل. طبعا في سؤال يعني قبل لا نتوسع في الوقت, الميدان بيصنع لوحده, بيصنع باحث واجتماعي يعني بصورة متقنة؟ لا, لابد انه يكون هناك اعداد نظري, يكون تدريب على النظريات, على المبادئ, على فلسفة المهنة اللي انت بدك تشتغل فيها. لابد انه يكون انت عارف مع مين بدك تتعامل. يعني صح انا بحكي لك منتفعين, احنا بنتعامل مع مين, بس مين هم المنتفعين؟ عندك منتفع بسيط سهل ممكن يقدم لك معلومة, وعندك الناس العاسرين اللي ما بيقدرش يعطيك ولا معلومة, بغلف ذاته. بعدين من شخص لآخر تختلف المفاهيم وتختلف التعريفات. نعم. وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن ما بين الإعداد النظري لكن الأهم بالتأكيد في هذا الجانب أنه الكل يسعى لدعم جهود الخدمة الاجتماعية في مجتمعنا الفلسطيني. تفضلي. أخذت أنت إيش عن الخدمة الاجتماعية في الجامعة؟ لا, إحنا مش تخصصنا خدمة اجتماعية, بس لا أخذنا بس فعليا أخذنا كل الطلاب بيجوا بميلوا علينا, بياخذوا لهم يعني ميلت على المسؤولية الاجتماعية. طيب, مسؤولية مجتمعية يعني. أوكي, صحيح من الجانب, وهذا الحلو في يعني القدس المفتوحة. لا, هذا الحلو في القدس المفتوحة انه جد هذه المساقات بتسقل وبتوصل رسالة, وهذا كجزء من نشر الوعي والثقافة حول هذا التخصص. بدي استفسر منه من دكتورة نظمية, يعني بعرفش اذا هو بنفس الحديث ام لا, لكن طالما انك انت ذكرتي استاذتنا عن ضرورة التشبيك مع بقية مع المؤسسات, مؤسسات المجتمع المحلي والمدني وباختلاف انواعها, لكن بعض بصراحة الطلاب او الطلبة
بيكون في له أقارب في مؤسسة ما، أو يعني خلينا نقول عن الساعات العمل اللي ممكن نروح عند هذا المؤسسة تدريب خلص إنه من خلال قريب معين بتمشي 100% بتمشي الأمور. أنا اللي بدي أستفسره إنه قديش في هناك متابعة وحركة رقابية من جامعة القدس المفتوح على ضرورة بالفعل إنه يكون في هناك استفادة ومنفعة متبادلة ما بين هذا المؤسسة وما بين هذا الطالب. شوفي وفاء، بدي أحكي لك شغلة بس ملحوظة بسيطة. إحنا يعني جامعة القدس المفتوحة وبكل فخر الأولى في المجتمع الفلسطيني اللي تولت مهمة تدريب كوادرها سواء من ناحية خدمة اجتماعية أو تخصصات تانية. نعم. إحنا بنبعت طلابنا للميدان وبنكون متأكدين من الصدى اللي بدنا إياه. يعني أنا لما ببعت طالب ضعيف عندي بتابع بالمؤسسة أكثر من الطالب الممتاز، وبضلني كمان على تواصل مع الأخصائية، وكمان بخليه يعمل شغلات اللي تقوي شخصيته. في طلاب بيجونا ببساطة جدا بقول لك أنا بستحي، أنا ماليش يعني إنه أروح أحكي مع ناس، لا أنا بدي أشتغل عليه هذا الطالب إنه يبطل الخجل. هذا المؤسس كمان، يعني أنا بشكر كل مؤسسات فعلا، كل مؤسسات وفعاليات المدينة، إنه أي استشارة بخصوص التدريب الميداني بتفضل إنها تكون من خلال جامعة القدس المفتوحة. كل الاحترام. وقبل فترة يمكن أنتوا غطيتوا الحدث، كان في عنا ورشة للتدريب الميداني في خضوري، وفعليا يعني بكل فخر كمان مرة إنه كانوا طلابنا من الطلبة اللي حاضرين ومن متميزين. نعم. قديش كان إلهم صدى، يعني يتحدثون عن الخدمة الاجتماعية وعن التدريب بكل ثقة إنه إحنا الأساس في المجتمع، ومحركين كتير مؤسسات ومحركين كتير فعاليات عندنا في المحافظة. في كمان يعني عندنا اللي بتلاحظيه يعني تخصصات تانية بيجوا عندنا، أنا بدي أشارك معاكم، تفضل شارك، كيف بدك تشارك؟ أنت مش أخصائي اجتماعي، اللي بتكون إياه أنا بدي أعمل، أنا بدي أكون معكم. هذا فعليا بنمي روح المسؤولية المجتمعية في المجتمع. وإن شاء الله مثل هذه الأفكار بالفعل تنتشر في عموم أرجاء محافظة الكريم والخدمة الاجتماعية. أنتوا بتشاركونا أصلا، يعني مشكورين كمان، بتغطونا كل النشاطات والبرامج أكيد اللي احنا بنعملها لجانب نشر الوعي. وهذه البذور إن شاء الله نشوف نتائجها بالفعل خلال شهر رمضان المبارك، المبادرات والبادرات اللي بالفعل لاستيعاب الحالات الإنسانية الخاصة في مثل هذه المواضيع. إذن عن الخدمة الاجتماعية مفهومها ومجالاتها، وأيضا كيف يمكن أن نعالج بعض القضايا وأمثلة حية كنا قد تطرقنا لها مع الدكتورة النظمية حجازي عضو هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة وأيضا مشرفة التدريب الميداني. كل الشكر الجزيل لك وعلى أيضا حضورك وعلى وقتك بالتأكيد. شكراً. أشكركم. الله يسعدك. أكيد رح نروح لفاصل وبعد ذلك راجعين في برنامج طلت فجأة.